السلام عليكم، مرحبا بكم. معايا اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الغديوه خفيفه ظريفه توجد في ساعتها. نخليكم مع المقادير وفرجه ممتعه. عندي الربيع مقطع، ملحه، يبزال، كمون، الخرقوم، وعندي البطاطا اللي غادي نحكها في الحكاكه الغليظه وغادي نغسلها مزيان باش تحيد من داك النشا. عندي ربعه د البيضات بلديين، غنخلط كلشي ان شاء الله. هنا ربعه د البيضات، كل بيضه كل بطاطا كبيره فيها بيضه باش تعرفوا القياس. نخرجكم مزيان هادشي حتى ينسجم، وغنزيد عليه هاد البطاطا. ها كيما كتشوفوا المقله، داك المقله راه فوق البوطه كتسخن، هي ملي خلطتها كيفاش ولات شفتوا. المقله درت فيها الزيت سخنات، غندير النص ديال البطاطا، بسم الله، نحاول نبسطها مزيان على قد المقلة بحال الخبيزة. وغندير في قلبها فرماج كما كتلاحظوا، وتشد راسها وندير طبقة واحدة أخرى، تغطيوها باش تشد مزيان، رجع على داك الصاد ويطيب من شوية، طراسها مزيان شوية. غادي نزيد الطبقة الثانية، نغطيها كلها إن شاء الله، من حسبها طابت مزيان، من حسيت غادي نقلبها نطيبها الجهة الأخرى، وغطيوها خلوهاش عريانة باش داك الصاد يرجع عليها، والعافية تكون متوسطة ما تكونش مجهدة باش ما تحرقش ليكم. فوالا، حاولوا تقادوها مزيان حتى يكون داكشي متول. نغطيوها ربيع، كتوصل هاد المرحلة بحال هكا شفتو، كتبقى جارية، كتقلبوها في شي بلا وتعاودو ترجعوها للمقلة. دابا أنا في البلا غادي نقلبها، غندير شوية الزيت في المقلة. هيا شفتو كيفاش جات، قلبتها، دابا غنعاود نرجعها هنا ونغطيها وقع فيها مهيلة حتى تكمل الطياب ديالها. ها البطاطا ديالنا طيبتها، هذا دابا بغنوجه ديجا درتو معاكم، غير هنا ما درتش معاه الياغورت ناتوريل وما درتش الثومه، درت غير الطحينه والحامض والملح والبزار والكمون، وطحنته بشوي شو حتى شويتو نقيته وزينته بزيت العود وسميتو والربيع كيف ما كتشوفوا. نقطع كل واحد كيقطع لا باغ ديالو، هانتوما الفخوماج كيفاش كيبان، ولا كان عندكم موزاريلا كيجي كيتعلك زوين. انا كنخدمها بالموجود اللي عندي، نتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها، وتلاقاو في فيديو جديد وصفه جديده والى الملتقى.